بمناقشة المتهمين عقب ضبطهم وبتقنين الإجراءات وإجراء التحريات، أمكن التوصل إلى باقي البؤرة الإجرامية والتي تبين أنها اتخذت من مبنى سكني في منطقة نائية وكراً لها. نشاهد أمام حضراتكم على شاشات العرض فيلماً يوضح تدريب الطلبة بالميادين التدريبية بالكلية، حيث يتم تدريب الطلبة على أعمال الرصد والاستطلاع في المناطق المختلفة. كما يتم التدريب على اجتياز الموانع المائية التي قد تواجه القوات أثناء تنفيذ المأموريات، ويتم التدريب عليها عملياً في فرقة عمليات الشرطة التي يجتازها الطلبة أثناء دراستهم بالكلية. بالإضافة إلى التدريب على الرماية النمطية وغير النمطية بالأسلحة مختلفة الأعيرة، وأيضاً التدريب على مهارات الإخفاء والتمويه حسب طبيعة الأرض، والتدريب على أعمال الاقتراب في المناطق المفتوحة والزراعية والمناطق السكنية. وكذا التدريب على أعمال الاقتحامات بميادين الرماية بالذخيرة الحية. حيث يتم تدريب الطلبة والطالبات في خوض غمار التحديات والتدريب في الميادين المختلفة في الكلية والاستعداد للمأموريات. إنهم حقاً فرسان يصونون أرضهم ويفدون بالروح شعبهم.